وبتحب الاغاني القديمه جدا جدا. بتحب مدحت صالح جدا طبعا، بس زعلان منه. ليه؟ عشان بيسألش عليا بقاله فتره والله. لكن بيغني اغاني جديده وفيها بيغني اغاني جديده وبيغني قديم. يعني مدحت احسن ما سمعت ام كلثوم سمعت مدحت والله. مدحت بيغني ام كلثوم حلو جدا. و... وانا بحب ام كلثوم، بحب عبد الوهاب و... وبحب ومن الجديد طبعا بحب، مش الشباب الجديد طبعا الناس، بس حاجات صغيره قوي لان هم كلهم شبه بعض. صحيح انا شاب وكل حاجه، بس حته الاغنيه الشبابيه دي ليه عندي تحفظ. بس ما هو التحفظ؟ انه كل الاغاني شبه بعض، يعني الاغاني الارتام كلها شبه بعضيها. وبعدين حته الفيديو كليب دي طبعا تكنولوجي وتقدم حلو قوي، بس ظلمت الاغنيه. يعني بلاقي ساعات الصوره اقوى من كلام الاغنيه. يعني بلاقي انه المخرج عامل صوره جميله جدا جدا ملهاش علاقه بكلمات الاغنيه، والكاميرا بتنزل وبتطلع وبتطلع وبتنزل وبتبقى الواحد قاعد مش فاهم حاجه، يعني مش فاهم حاجه خالص. مع ان انا اعتقد يعني ان احنا اول ناس عملنا فيديو كليب في العالم مصر. ازاي؟ في اغنيه لشاديه زمان اسمها لا لوحدها، اللي كانت بتقول يجي ابويا فنجان قهوه اعمل له شاي واديه له، مش دي؟ ها دي اغنيه اتصورت سينما. ايوه بس حسين كمال، بس مش فاكر. يا استاذ حسين كمال يا استاذ محمد سالم مش فاكر يمكن. بس دي اغنيه اتصورت سينما لشاديه وهي قاعده فوق سطوح وفي واحد بيحبها في بلكونه اللي قصادها. فاحنا اول ناس عملنا الفيديو كليب. تعيش مصر حره مستقله. احنا اول ناس عملنا قناه كلها فيديو كليب بقى والله. قناه 5 بتاعت اي ار تي للموسيقى. ما انا عارف، ما انا عارف قناه جميل. بس تقدر تسمعها وتشوفها، يعني لو مش عايز تتفرج تقدر تسمع. بسمع طبعا، بس انا عايز اقول لحضرتك انه برضو النجاح في الاغنيه انها تبقى دايمه. يعني لو سمعت اغنيه لحد من الشباب اتعملت من 6 سنين ابقى الاقي حد بيرددها دلوقتي وهو ماشي في الشارع، تبقى دي اغنيه ناجحه. انما لغايه النهارده الناس بتسمع حيرت قلبي معاك، وبتسمع فكروني، وبتسمع انت عمري، وبتسمع رساله من تحت الماء، وفي يوم في شهر في سنه. ويعني الاغاني دي باقيه. وعبد الحليم حافظ مش هيجي زيه تاني. الراجل مات ولغايه النهارده في الذكرى بتاعته بيتعمل له مش غلاف على مجله، بيتعمل له مجله كامله، لانه هو اثبت وجوده كمطرب وكفنان هايل. لازم بقى بما اننا جبنا سيره الموسيقى والغناء واحنا فاضل لنا دقيقتين عشان يعني نسيب جمهورنا ونرجع له تاني، هنرجع لشريف منير. بس انا عايزه نبتدي نسمعك وانت بتعزف لنا ونرجع معاك وانت بتعزف لنا. حاضر. اقوم بالميكروفون ده ولا اعمل ايه؟ لا هنقوم. هيخلع لنا الميكروفونات الاستاذ حموده شخصيا و جايبينهم لك منين؟ ده شوم. ايه دول؟ ده شوم مش عصيان. ده شوم مش عصيان؟ وريني كده. مش عصيان درامز. شريف بيقول ان ده شوم مش عصيان، فهضطر اديله الشوم يوصل بيه لغايه الاوركسترا ونشوفكم بعد شويه. وزي ما اتفقنا شريف منير عازف الدرامز الشهير. We'll be right back.
تعبت ولا حاجة؟ مجهود جامد شوي. هو هعتولك انت وقعت ال 20 جنيه من جيبك. والله؟ اهو. فين؟ اهو. هو طبعا انا بقالي تقريبا 6 سنين ما بلعبش درامز يعني. مش كل ده وست سنين؟ لا لا يعني انا يعني انا مش مرتب في حاجه في دماغي. مش مرتب ايقاع معين وحتى السرعات ايدي نشفت يعني ايدي كل ده وايدك نشفت؟ اه طبعا نشفت خالص. وما كنت هتعمل ايه ده انت كسرت الاستوديو. كنت تتمرن فين؟ البيت وانت صغير يعني؟ على المخدات. ده تمرين بجد. ده تمرين بجد. تمرين بجد على المخدات؟ اه يعني لان مين اللي هيسكن جنبك وانت بتعمل كده؟ لا في الاول بيبقى فيه تمرين خاص عشان الريست بتاع الايد يبقى مرن. يبقى الواحد يقدر بيلعب والعصيان مرنه في ايده. فالفيس بتاعت او السيرفس بتاع الطبله مشدود. فالعصايه لما بتخبط بتنط. في المخده لما العصايه تخبط تغرز. فلما الواحد يعمل التمرين على المخده ويلعب على السيرفس المشدود تبقى السرعه اكتر. فده تمرين في للعازفين الدرامز يعني. لكن التمرين الحقيقي يعني بابا كان بيسيبك تخبط في البيت كده؟ لا ياما اتبهدلت يعني ياما اترمت الدرامز بره وحاجات كده بتاع. وبعدين الدرامز اول درامز جالي كان جابه لي الحمد لله يعني راجل له فضل عليا كبير جدا. صلاح جاين. اول درامز جات لي في حياتي كان صلاح جاين جابها لي.